بسم الله الرحمن الرحيم متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم ورمضان كريم للجميع. فيديو جديد اليوم سوف نتحدث فيه عن المستجدات التي قدمها وزير الشباب والرياضة عن الملاعب الجديدة التي سيتم الانطلاق في بنائها في الجزائر وأهم المشاريع الرياضية. الشيء الإيجابي الذي سنتحدث عنه في هذا الفيديو عن الموعد الذي تحدث عنه الوزير لتسليم الملاعب الجديدة، ولكن كذلك الشيء الإيجابي هو انطلاق وتقديم المناقصات في الملاعب الجديدة، وكذلك عديد الملاعب التي سيتم تأهيلها عبر كامل التراب الوطني. أولا قبل أن أبدأ الفيديو إخواني، دائما إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، لأننا نريد الوصول إلى 100,000 مشترك. أولا نبدأ إخواني بالجديد الخاص بالملاعب الجديدة التي تم عرض المناقصات الخاصة بها، وهنا نقصد ثلاث ملاعب جديدة أين تم إطلاق عروض خاصة بإنشاءات الملاعب، حيث تم إطلاق عرض خاص بملعب بشار الجديد وكنا تحدثنا عنه في فيديو سابق، وكذلك عرض عن ملعب ورقلة وعرض آخر عن ملعب بجاية الجديد. إذن الملاعب الثلاثة انطلقت العروض الخاصة بها. أولا نبدأ بالعرض الذي تم إطلاقه عن ملعب ورقلة الجديد. هذا العرض الذي تم إطلاقه في 3 مارس الماضي، وأين سيتم فتح الأظرفة كان من المفروض أن تكون في 24 مارس الحالي، لا نعرف هل تم فتح الأظرفة أم لا، عن ملعب ورقلة جديد والذي تم الاتفاق على أن يكون الملعب بطاقة استيعابية تقارب 25,000 مقعد، ويتم بناء ملعب صغير مخصص لألعاب القوى بجوار الملعب الرئيسي وكذلك مسبح شبه أولمبي. الملعب سيكون مغطى بالكامل وستتواجد فيه كل المواصفات العالمية الخاصة بالملاعب. إذن هنيئا لولاية ورقلة انطلاق مشروعها الجديد الذي سيكون في السداسي الثاني من سنة 2024. كذلك ولاية بشار تم إطلاق العروض الخاصة بملعبها الجديد. الشيء المهم هو أن نفس الملعب المتواجد في ورقلة سيكون في ولاية بشار، بمعنى سيكون الملعب بطاقة استيعابية تقارب 25,000 مقعد، وكذلك سيحتوي على ملعب مخصص لألعاب القوى، كذلك ملاعب خاصة للتدريبات ومسبح شبه أولمبي وعديد الأمور الأخرى. الملعب سيكون مغطى بالكامل وسيكون بأرضية ذات عشب طبيعي، هذا فيما يخص ملعب بشار الجديد. إضافة إلى ذلك قامت ولاية بجاية كذلك بإطلاق عرض خاص بالانطلاق أو تجسيد مشروع ملعب بجاية الجديد. الملعب سيكون بطاقة استيعابية تقارب 30,000 مقعد، وسيكون ملعب مغطى بالكامل، وتم اختيار الأرضية المخصصة لبناء هذا الملعب، وستنطلق الأشغال عند الانتهاء من العروض المقدمة واختيار الشركة التي ستقوم بإنجاز هذا المشروع، ومن المرجح أن تنطلق الأشغال في منتصف سنة 2024، يعني بداية من شهر جوان أو جويلية المقبل. إذن هذه هي 3 ملاعب التي أطلقت العروض الخاصة بها، وهذا من الأشياء الإيجابية التي يشهدها مجال بناء الملاعب بعد التأخر القائم الذي كان في ملاعب الجنوب الجزائري وكذلك الملاعب التي رفع عنها التجويد. إذن نعيد ونذكر، تم إطلاق عروض 3 ملاعب، وهي كل من ملعب ورقلة جديد ب 25,000 مقعد، ملعب بشار جديد ب 25,000 مقعد، وملعب بجاية جديد ب 30,000 مقعد. الآن سوف نذهب إلى ما قاله وزير الشباب والرياضة أثناء نزوله على المجلس الشعبي الوطني، أين قدم العروض الخاصة به. الوزير أولا تحدث عن الملاعب الجديدة التي يتم بناؤها حاليا، والأمر يتعلق بملعب الدويرة وملعب تيزي وزو الجديد، أين تم سؤاله عن الموعد الخاص بافتتاح هذه الملاعب، وكان رد الوزير جد دبلوماسي حيث لم يحدد أي يوم مخصص لافتتاح هذه الملاعب، وإنما قال أن الملاعب سيتم افتتاحها في القريب العاجل، ولهذا الأمر يبقى غامض في موعد افتتاح الملاعب الجديدة. فلو ذهبنا إلى ملعب تيزي وزو مثلا، فالملعب تيزي وزو انتهت به الأشغال بنسبة
100% وكل الأمور جاهزة، ولكن موعد افتتاح الملعب لم يتم تحديده إلى حد الساعة، والأمر واضح أنه يتعلق بالسلطات العليا للبلاد التي لم تحدد الموعد الرسمي لافتتاح هذا الملعب، والذي من المفروض أن يكون في حدث تاريخي يخص الجزائر، وهذا أمر معقول جدا. كذلك ملعب الدويرة الجديد، لو نتحدث عن ملعب الدويرة الجديد، فملعب الدويرة الجديد المشكل في الواجهة الخارجية، أين تأخرت الأشغال، وكما تعلمون تم فسخ عقد الشركة الصينية التي كانت مكلفة بإنجاز هذا الملعب، وتم تسليم تكملة الملعب لشركة تركية، والجميع يعرف أن الإجراءات ستتأخر نوعا ما، ولهذا لا يمكن ضبط الموعد الحقيقي لتسليماته الملاعب، ولكن من المرجح أن الملاعب لن يتم تسليمها إلا في الربع الأخير من سنة 2024. هذا هو التوقيت المحدد لتسليم هذه الملاعب حسب ما نرى. كذلك تحدث الوزير عن أمر جميل وجميل جدا، حيث أكد على أنه سيتم إعادة تهيئة 35 ملعب متواجد على مستوى التراب الوطني، وتلك الملاعب التي يفوق طاقتها الاستيعابية 10,000 مقعد، وهذا شيء إيجابي جدا، أي أن عديد الملاعب على مستوى التراب الوطني ستعرف إعادة تهيئة وعصرنة وترميم كلية لتصبح مواكبة للمتطلبات الخاصة بكرة القدم في المستوى الحالي. والملاعب التي يمكن أن نضرب عليها مثل التي من الممكن أنها ستشهد العملية، ملعب العباس الذي ستطلق فيها الأشغال في الأيام القليلة القادمة، كذلك ملعب قايد أحمد بولاية تيارت، ملعب سعيدة، ملعب الوحدة الإفريقية في معسكر، كذلك ملعب الوحدة المغاربية في ولاية بجاية، عديد الملاعب ستنطلق فيها الأشغال، كذلك ملعب جيجل الكبير رويبح حسين، ملعب العقيد لطفي في ولاية تلمسان، ملعب أحمد زبانة، ملعب المشرية، ملعب الجلفة، عديد الملاعب، ملعب أم البواقي، ملاعب عديدة ستعرف إعادة تهيئة وترميم. سأقوم بفيديو قادم إن شاء الله، سأقوم بالتعريف بالملاعب المتواجدة في الغرب وفي الشرق وفي الوسط وفي الجنوب التي ستشهد عملية ترميم والتي ستكون هي مخصصة لها. سأقوم بوضع فيديو لكل جهة، مثلا في الجهة الغربية سأحدد الملاعب التي ستعرف عملية تهيئة وعصرنا، كذلك في الجهة الشرقية، في الجهة الوسطى، وفي الجهة الجنوبية ستكون فيديوهات في قادم الأيام إن شاء الله. هذا هو الجديد الذي أردت أن نتحدث في هذا الفيديو عن آخر التطورات فيما يخص الملاعب الجديدة، وما تحدث عنه وزير الشباب والرياضة عن آخر التطورات في هذه الملاعب، خاصة وأننا شهدنا انطلاق عروض خاصة بالملاعب الجديدة والتي رفع عنها التجميد، وهنا خصصنا في هذا الفيديو كل من ملعبي بشار وورقلة وإضافة إلى ملعب بجاية. والملاعب 35 ملعب بطاقة استيعابية فوق 10,000 مقعد ستعرف إعادة تهيئة وترميم وعصرنا. هذا هو الجديد الذي أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو. دائما إخواني قبل أن أختم الفيديو، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.